خور يا لخور هنت وسع يا للبشا وانت خور يا لخور يا لخور مساء الخير وسع يا للبشا. ازيك يا برنس؟ ازيك يا صاحبي؟ فاكر ايه؟ كنت بعمل سيرش على جوجل وحاجات وخلاص خلصت. انت بتكذب؟ وهكذب ليه؟ انت بتكذب؟ وهكذب ليه؟ انت بتكذب؟ وهكذب ليه؟ عشان انا عارف انت بتكلم مين دلوقتي. رد على التليفون. انا اقول لك رد انا. مراك صاحبي الجامدة. خسارة يا صاحبي. انت بتخوني. وهخونك ليه؟ انت بتخوني. وهخونك ليه؟ انت بتخوني. هخونك ليه؟ بس العيب مش عليك. العيب عليا انا. انا اللي معرفتش انقي صاحب كويس. سلام يا صاحبي. ولعلمك هي مش جامدة. استنى، مش جامدة ليه؟ يا ست ستة للبنات تبقي حبة كل شيء. استنى يا صاحبي. فاكر ايه؟ كنت بعمل سيرش على جوجل وحاجات وخلاص خلصت. رد على التليفون. انا اقول لك رد انا. مراك صاحبي الجامده. تاني ايه؟ بتخوني. اخونك ليه؟ بتخوني. اخونك ليه؟ بتخوني. اخونك ليه؟ رد على التليفون. انا اقول لك ارد انا. اختي صاحبي الجامده اللي كنت بخونه مع مراته. خسارة يا صاحبي. بس مش عليك. عيب عليا انا اللي معرفتش اختار صاحب كويس. سلام يا صاحبي. ولعلمك انا هقول لمراتي ان انت بتكلم اختي. استنى، وهتقولها ليه؟ كلام القلب الشبكة عندي وحشة خالص، انا مش شايف اي حاجة. تعالي كده حبة. وحضن القلب بالهم خلاص بقى فايد الاحساس. كفاية بقى يا صاحبي. اخونك ايه؟ رد على التليفون. انا اقول لك ارد انا. مراك صاحبي الجامدة. اختي صاحبي الجامدة اللي كنت بخونه مع مراته. يا صاحبي بنت ايه؟ بتخوني. واخونك ليه؟ بتخوني. واخونك ليه؟ بتخوني. اخونك ليه؟ رد على التليفون. ولا اقول لك ارد انا. ام صاحب الجامده اللي كنت بخونه مع مراته واخته الجامده. خساره يا صاحبي. بس العيب مش عليك. العيب عليا انا اللي معرفتش اختار صاحب كويس. سلام يا صاحبي. ولعلمك انا هخلي ابويا يطلع امي. استنى، ويطلعها ليه؟